النساء إن النساء عطين بله العلوان اللي قاعد فيه ودي العمد العريس في اسكندريه فين يا فضل؟ ومين اللي ضربك كده يا نجاتي وقطع لك هدومك؟ يعني نجاتي ما سرقش بندقيه؟ فرق ما تقومش فرق يا يا مري يا مري يا مري يا مري. ولدي فراج الو زينب مالك يا زينب بتصرخي ليه يا مري يا مري يا مري يا ولدي يا ولدي قلبي معاك يا ابو راشد ما لقيش حديد عزيك بيه كتر خيرك يا عمده الحقوني يا ناس الحقوني يا خلق الحقني يا جناب العمده يا ليل الطين يا اولاد فيه يا واد
عندك. اخوك فراشد قتل في اسكندريه يا سي حمدان، قتلوا راشد وادي الحج رضوان. فراش ولدي الحقيني يا امه، الحقيني يا امه، ابويا قتل فراش ود العمده في اسكندريه. تقول ايه؟ طلعي في ايه؟ واد خلعتين. مصيبه يا امه، مصيبه. ستك ماتت؟ عمي فراشد قتل يا امه. انت بتقول ايه؟ راشد ود الحاج رضوان قتلوا في اسكندريه. فراشد قتل في اسبوع جوازه. غيري خلقاتك يا امه والبس اسود وعودي معاك. اعود معاك فيه؟ يلا روح وانا الصبح حبقاجي. ماشي يا امه، بقيه في حياتك. فراج ما لحقش يتهنى بعروسته ولا بعربيته الجديدة ولا حتى بالعشرفية. تلقاك يا زهية بتبكي بدل الدموع ده. مصيبة يا حبيبي، مصيبة. ايه اللي حصل؟ فراج بنت عمتك اتقتل. ايه اللي بتقولي ده؟ فراج اتقتل في اسكندرية والخبر لسه واصل ابوكي. اه يا فراج، اه يا فراج. يا وسطي يا وري، ما كانش يومك يا فراج، ما كانش يومك يا ولد عمتي. ده انت ما لحقتش تتهنى بجوازك، كان جوازه سودة، جوازه سودة. ما سبتنيش ليه يا ابوي؟ ما سبتنيش ليه اكتر منيهم واحد ولا اتنين قبل جتة اخوي ما تبرد؟ اهدى يا حمدان، سيب ابوك هو اللي يتصرف. يا ولدي يا قلبي يا ولدي يا حبيبي، يا خرب بيتك يا زاهية، يا حضرتك يا زاهية، يا حضرتك يا زاهية. ولدك راح منيك يا زاهية، ولدك راح منيك، غدروا بيك يا ولدي، غدروا بيك وما لحقتش تتهني. مات السبع يا ناس، مات السبع، ومين ياخد بطاره؟ قاعد مستني ايه يا هارون؟ ما خدتش بطار ولدك ليه يا هارون؟ وانت يا حمدان ما جيتليش ليه بالبشارة انك خدت بطار اخوك؟ الامر امر ابويا، والشرطة شرطه يما. انا ولدي اتاخد فيه عشرة من شعبنا اللي قتلوا راشد، لكن ما يكفينيش فيه شعبنا كلهم. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. شد حيلك يا اختي، ما حدش يهزيني في ولدي، ما حدش يهزيني في ولدي الا ما ناخده بطاره. اه يا ولدي شد حيلك يا هارون. اه يا ولدي، اه يا ولدي. يا خرب بيتك يا فكريه، جوزك راح هو كمان. لا يا ابو سالم، عارف ايه اللي خلى راشد يعمل عملته السودا دي؟ هو احنا لو كنا عرفنا يا حاج ان هارون هو اللي ولع ارضك وحرق ولدك كنا سكتنا؟ ولادي التنين ضاعوا مني، واحد مات والتاني اتقبض عليه، وعلى الاقل هياخد له تأبيده. هارون عمره ما هيكفيه القبض على راشد ولا حتى المؤبد، وهياخد بطار والده. لا يا ابو سالم، لا يا جوزي، عملتك ده عشته ومنعته كتير، وياما قلت له ينسى اللي في راسه، لكن مفيش فايده. والنار اللي كنت خايف ان راشد يولعها في الكل ولعت خلاص، ومحدش عارف حتاكل من تاني فينا. احنا لازم نطلع على اسكندريه دلوقتي عشان نلحق راشد في النيابة الصبح. راشد يا
ركتش تتهدى يا ولدي. الله يا ولدي. الرجل راح عندها. الرجل الذي راح. تعال ابوي. يا ولدي. يا ولدي هنطلع على اسكندريه زي روك. امرك يا ابني. انا جاي معاك. وانا كمان جاي معاكم. لا يا مصلح خليك انت هنا عشان تهرس البيت وكمان عشان دياب لما يعاود. هتسافر من قبل ما تاخد طار ولدك يا هارون. هتسافر من قبل ما تاخد طار ولدك يا هارون. طمني طمن يا زاهي. كل شيء بهواله. يا ولدي. حبيبي يا ولدي. كل شيء بهواله. لساك ما نعستيش؟ ومين يجي له نعس في المصايب دي؟ يا ريتها تاجي على قتل فراج ودي العمدة وحبس راشد على اللي جاي أسخم وأدل. هارون ما هيسكتش على قتل ولده، ما هيكفهوش من الشعابنا واحد، وكمان الشعابنا ما هيسكتوش والدم هيبقى بحور. يا لطيف يا لطيف. ربنا يستر. حسرة على الشباب اللي راحوا واللي هيروحوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. أركب وأتوضى. أصلي الفجر في الجامع. مالك؟ ما قدرتش تصلب طولك ولا ايه؟ في ايه؟ مالك بك ايه؟ مفيش حاجة. مش قادر اصلب طولي. طب خلاص ريح وصلي هناك، ربك رحيم بعباده. بيك ايه انت؟ مفيش حاجة، تعبان شوي. لا ده مش تعب، ده انت اللي قديلك مدة زي ما يكون في حاجة مخربطاك ومشندي لبالك. انا حقوم اتوضى والحق الصلاة في الجامع. اي اوي ربنا يقبل. فضيت لك يا اخلاص. ارتحت دلوقتي؟ ولدي فراج مات،
مات وما تهناش على اللي كتبته له. الله يصبرك، انا مقدر اللي انت فيه، الله يكون في عونك. لما ولدي وجع يا ارض سمي عليه وهو ماسك الحصى بايدي. مش كده يا زهية، مش كده. طب كانت لازم تسمعك ايه يما في المشوار ده؟ ما هردش عليك في الرفض ده يا عم. يما ده عزة، ناس بتعدد وناس بتبكي يما، حرام عليكي. صغيرة انت اياك على الوجه. يما حب على يدك، حب على يدك يما. بقول لك ايه، انت اللي في سنك يا بنت جرى وراها تلات عيال، غيرش انت اللي عاكشه في العلامه وزعجه. طب بذمتك ودينك ياما، انا برضك اللي عاكشه في العلامه وزعجه؟ اه حق ربنا اللي عاكشه في العلامه وزعجه. طب ياما ياما احب على يدك، اعفيني انا من المشوار ده. يا بنت ده لما جدك مات جم ناس من بلاد وبلاد عشان يعزوا ويعملوا الواجب. الا صح ياما، هو جدي مات كبير وخلفك على كبر؟ صح، خلفني على كبر، وقعد يضيع سنين وسنين ان ربنا يرزقه بذريه. ربنا كان بيحبه، استجاب له وعوضه بيه. يعني ياما ربنا لو ما كانش عوضه بيكي يبقى ما كانش بيحبه؟ لا، يبقى ابتلاء ويبقى له في الاخر. وابو مين ده اللي يطولها؟ اللي ربنا يبتليه في الدنيا ويعوضه في الاخر. ايوه جنبي بيه، انا اللي قتلت فراج وادي هارون العمده، والفرد اللي قدام جنبك ده انا اللي طخته بيه واخدت روحه. وانت قتلته ليه يا راشد؟ زي ابوه ما كان السبب في موت اخوي ناجح. لما كرى اولاد الليل عشان يحرقوا زرعنا اخوي راح فيها، وانا كده خدت طار اخوي وغسلت عاري. وانت عندك دليل ان هارون العمده هو اللي خلى اولاد الليل يحرقوا ارض ابوك؟ وهو من ميت هارون بيسيب وراه دليل؟ حد حرضك على قتل فراج؟ لا يا جنب البيه، ما حدش حرضني، انا عملت كده من نفسي، وما كانش حد يعرف باللي انا ناويه. عندك أقوال تانية؟ لا. يتم حبس المتهم 15 يوما على ذمة القضية، ويراعى التجديد في الميعاد مع استعجال تقرير الطبيب الشرعي للمجني عليه. ايه اللي جابك يا بنت الشيخ؟ جاية تتشمتي في موت ولدي؟ ايه كده؟ حد يتشمت في الموت برضه؟ ما عاوزاش حد يعزيني في ولدي. لما نبقى ناخده بطاره ابقوا تعالوا عزوني، وساعتها بدل البكا والنواح هنفرقوا الشربات ونزغرته. ربنا يهون عليك ويصبر قلبك يا خيتي. ابن هارون العمده اتقتل في اسكندريه؟ ايوه يا فندم، العريس اللي كنا حضرنا فرحه، وانا وصلتني معلومات ان اللي قتله راشد ابن الحاج رضوان، اللي اخوه اتحرق في حريقه ارضه اللي ولعها ولاد الليل. طب وراشد يقتل فراج ليه؟ عشان بيتهم هارون ان هو اللي اجر ولاد الليل وحرق ارض رضوان. وما قالش ليه الكلام ده في تحقيقات النيابه؟ ما هو زي ما حضرتك عارف، اللي بيبقى عايز ياخد بالطار ما بيتهمش حد، هو بياخد طاره بايده. وتفتكر ان هارون هو اللي خلى اولاد الليل يحرقوا ارض رضوان؟ مش عارف يا فندم، وما عنديش اي دليل، لكن زي ما بيقولوا مفيش دخان من غير نار. تقصد ايه؟ انا هعمل تحرياتي في الموضوع ده، مع اني عندي احساس ان هارون ممكن يعمل اي حاجه هو ولاده. فتح عينيكوا زين. ما عارفينش الدنيا رايحه فين. يا شيخ الغفر، دياب فين؟ راح فين؟ اخوه اتقتل وما جاش يشوف ايه اللي حصل. دورنا عليه في البلد كلها، ما لقينلوش اثر ولا عارفينلوش طريق. يعني ايه ما لقيتهوش؟ امال مين اللي هيجي ياخد بتاع اخوه؟ سيبيكي بالكلام ده، خش جوه الدوار مع الحريق. روح دور لي على دياب دلوقتي، جيبهولي من تحت الارض، لازم يجي ياخد بتاع اخوه. شيخ غفر كيف انت؟ عيب يا هنيه، عيب حديدك الماسك ده. هنيه يا هنيه، وقف عندي بتعمل ايه؟ عملي لي الحالي دلوقتي، عملي لي الحالي، لازم اشوف الدياب فين، لازم ياجي ياخد بتاع اخوه. انت سكرت ولا ايه يا دياب؟ انا سكران من وقت ما شفتك يا توحه. علياني الكلام ده؟ ما انت كل بنت حلوه في بلدكم تشوفك تقول لها نفس الكلام. خالتي وداد جايله لي على كل حاجه. وحشه حلوه بقول لها، بس انت اللي فيهم يا توحه،
حتى سالي خالتك وداد. ايوه صح. دياب احنا مش هنعود البلد ولا ايه؟ احنا دينا 3 ايام في المولد وانا مهم المصالحي في البلد. مصالح ايه؟ يكون وراك الارض ولا البهايم؟ مقبولها منك يا سيد الناس، بس بكره الصبح تعود البلد. بزيادة كم نهدى مع دياب. اشرب اشرب وكل يا سيد الناس ولا يهمك. مش نلعب دور تاني يا سيد دياب؟ دور ايه ما انت شطبت على حيلتي. بقول لك يا تروح ما تقومي ترقصي شويه وهزلنا، خلينا نصهلل ونفرفش. وهو الرقص مش عاوز نجور؟ وماله، انا سلف ود العمده خيره علينا كلنا، واللي عنده يزيد ما ينقص. بدمك دي كله ماشي. ما تبقاش عكيس امال، ما تهججهمش. لساك الصداع بردك؟ سلامتك يا ود عمي. طب ما تاخدوك للدكتور احسن. انا بقيت كويس. اللي بقي كويس ده ما يفتحش دكانه ويشوفك لعيشه؟ ان شاء الله ان شاء الله. لساك مش عاوز تقول لي مالك؟ براحتك يا ود عمي. ماشي، انا راح اخلي حسين اغسل له خلاجاته وانضف له. ما عاوزش حاجه؟ لا. تعود معايا شوفوا جدك. يلا تيجي معايا تقصر طولي. هتاخد معاك واكل العنيز بقى. يلا. على السلامة دياب. الله يسلمك يا عمي. ايه صوت الصريخ اللي جاي من جوه البيت ده؟ هو انت ما عرفتش اللي حصل لاخوك فراش؟ لازم تاخد بطار اخوك. اخوك اتقتل عريس ما لحقش يتهنى. فرحني يا ولدي، فرحني وخد بطار اخوك. يا واخد طارك يا غاسل عارك. وفين ابوي؟ ابوك هملني وراح اسكندريه هو واخوك حمدان قبل ما ياخدوا بطار اخوك. ما حدش هياخد بطار فراج غير هاني. خد من الشعابنا قد ما تقدر من ارواحهم، ما تعودليش الا وانت غاسل عارنا. ما يكفينيش اخوي دم الشعابنا كلهم. على فين يا دياب؟ هاخد بطار اخوي من شعابنا كلهم. لا يا دياب، ابوك خلاني اقعد هنا مخصوص علشان احوشك عن اللي تفكر فيه ده. طمني يا عمي. انسى دياب اللي في راسك. لو حاولت تحشوني هفرغ الرشاش ده فيكم كلكم. فين مفاتيح العربية؟ سامحني يا ديار. تعمل ايه يا عمي؟ اوامر ابوك لازم تتنفس. انت هتفضل في بيتي مربوط لحد ما ابوك يعاود من الاسكندرية. سيبني يا عاد. سيبني يا عمي. لو انت راجع ليلة بولده اللي اتقتل، بكرة الصبح هيدفنوه. انا رحت لمرته عشان اعزيها، ما قبلتش مني عزا. قالت لي نبقى ناخده عزانا لما ناخده بطار. وناوي على ايه يا حاج؟ شوروا علي. العمدة ما هيسكتش، مش هيكفيه فينا واحد ولا اتنين. هتقول ايه؟ احنا اللي عيرشنا بالمي هنرش بالنار. وياخد قتله الطرد ايه؟ من دلوك مفيش طلوع من اي دار من شعبنا الا للشديد القوي. والارض والزرع. يموت الزرع احسن ما يموت حد منينا. ومدارس ولادكم هنقعدوهم من المدارس. ما هو يبقى خرب من كل عاد. اسمعوا، احنا لازمنا سلاح. من الساعة دي ما بقيش فيها أمان. وأنا هشتري سلاح إن شاء الله، حتى بيع نص أرضي. السلاح للكل وكلنا احنا نشاركوا فيه. تبيعوا أرضكم عشان تشتروا سلاح، تبيعوا رزق عيالكم عشان تشتروا خراب ومات. بلا ما أخذ يعني، أنا ليه أقول تاني.
أنا بقول بلا مؤاخذة يا بلحاج. عايزة تقول إيه يا ناصر؟ أنا بقول يعني لو كبارات الشعبنة يروحوا لهارون العمدة يمكن يرضى ويقبل منهم الدية. أباي أنت هتقول إيه يا ناصر؟ عاوز الله انتطر قبيلة ويركبنا العار. إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ قلت إيه أنا؟ عاوزاكم تطفوا النار اللي قاعدة الدية قبل ما تاخدوا العيال قبل الكبار. هارون ما هيقبلش في ولده الدية. من هنا ورايح مفيش غير السلاح هو اللي هيحمينا من الصفوانية. ربنا يجملها بالساتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. صدق الله العظيم. الفاتحة. حمدان عرفيني يا ولدي. اخو بطل اخويا ابوي. نشيب اوانا يا حمدان. نشيب اوانا. ولدي راح. يا ولدي. خلاص دفنتوا ولدي من غير ما تاخدوا بطاره يا رجاله. ليه يا عمي؟ ليه ما سبتونيش اخو بطار اخوي؟ كتفتني وقعدتني في البيت زي المره. انا اللي قلت له يا دياب بطار اخوك هناخده من غير حد يضيع منيكم انتوا كمان. عين العقل يا هارون. عقل ايه ده يا بوي؟ الطار ما يستناش. اسكت يا هنية، الرجال عندها حق. هتقدر تستنى على طار اخوك يا دياب؟ ميتة يا هارون هتاخده بطار ولدي، ميتة. يا بنتي ردي عليا يا بنتي ردي عليا. سلامتك يا زينب، سلامتك يا بنتي. حد يجيب دكتور لزينب. حمدان رايح يجيب الدكتور
اطلع انت وسيبوها ترتاح. اطلع. ارتحت يا هارون؟ ارتحت دلوقتي لما ولدك انقتل؟ انت بتقولي ايه يا مرا مجنون انت؟ انت ما كانش عاجبك فراج ولا عاجبك تربيتي ليه؟ يمكن كمان كنت بتحب ولدك يحيى اكتر مني. الظاهر اللي حصل لوالدي خلاك تجنيتي صح يا زاهي. كنت خايف ليورثك؟ اهو انت اللي ورثته. انا مش حاسبك على كلامك ديلوك يا زاهي. لما اخذ بطار ولدي هيبقى لي معاك حديد تاني. ابوي الحق ابوي، الشعبنا اشتروا سلاح وودوه بيت رضوان. كل بيت من شعابنا ياخد سلاح ومحدش يطلع من بيته فرداني، وكل بيت يحرسه رجالته، رجالة البيت ومعاهم سلاحهم. ومن الساعة دي لازم نحط عينينا في وسط راسنا. ما هارون غدار ومحدش عارف الرصاص اللي هيضربنا بيه هيجيلنا منين. أنا عاوز أروح المدرسة، عندي امتحان بكرة. مفيش مدرسة ولا امتحانات ولا حاجة أصلا، فاهم يا ولد؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. انت متأكد من كلامك اللي بتقوله ده يا ولدي؟ ايوه يا امو، انا ليه زميل ليه قرايب في الصفونيه وقال لي ان فراج اخويا اتقتل عشان الطار واللي قتلوه شعابنا. ادي اخر عمايلك يا هارون، كاس المر اللي سقيته لغيرك بيتت ورجعت لك تشرب منيها تاني. امو انا لازم اروح لابوي وعديه. ايه انت بتقول ايه؟ ما هتخطيش الصفونيه واصل. كيف يا امو؟ كيف يعني ما اروحش اعزف اخوه؟ بقي الغريب يعزف ابوي وانا لا. اسمع كلام امك يا يحيى. يا ولدي زمان الصفونيه والعنار نار ومرقدين لبعض بين الصفونيه والشعابنا، وانت واد هارون ممكن تروح في رجلين يا ولدي. اطمن يا امه، ما حدش حاسبني من الصفونيه ولا معتبريني من ولاد العمده من اساسه، كلهم شايفيني واد صاحبه بنت الغفير شحات. قلت لك ما هتخطيش الصفونيه واصل. يا ولدي ده انت اللي طلعت بك من الدنيا، عاوز تروح للنار برجليك ليه؟ شد حيلك عودة. شد على الله. البقاء لله يا حمدان، البقاء لله دياب. تشكرين. قول لي يا جناب العمدة، انت ناوي تاخد بطار ابنك؟ الأعمار بيد الله، كل أجر كتاب. ما تنساش يا عمدة انك راجل مسؤول ومهمتك الحفاظ على الأمن، وأنا مش هسمح بالخروج عليه، واي تعكير للامن في البلد هحملك انت المسؤوليه، وانت فاهم. طمن يا جناب المامور. اشرب قهوتك يا جناب المامور قبل ما تبرد. اتفضل قهوتك يا حضره الضابط. واه انت اعترت في الجلابيه، ما اقصدش يعني. مش تحاسب يا ولدي. حصل خير. خير خير، كب القهوه خير. خليهم يعملوا قهوة تانية لحط الظابط. ملوش لزوم يا عمدة. أنا عرفت يا عمدة إنك ما خدتش عذاب ابنك. إحنا ما نقدروش ناخدوا عذاب أخونا يا بيه. ليه يا حمدان؟ سلوا بلادنا كده. إلا الناس تاكل وشنا. ده كلام فارغ. ما تشغلش بالك أنت يا جناب المأمور، أنت مشاغلك كتيرة. ربنا يكون في العون. أنت حر يا عمدة. بس زي ما فهمتك انا مش هسمح باي خروج عن القانون. يلا نصر بيه. السلام عليكم. مع السلامه. السلام ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه. مع السلامه.
ما بزيد اقدر بنار يا فاضل. انت ايه اللي طلعك من بيتك يا نصر؟ جاي اشوف حالي وزرعي. كان في بيتك اليومين دول الدنيا مولعه ورصاصه طايشه ممكن تجي فيكي بالغلط وانت صاحبه عيال. يا ساتر يا رب يا اخوي. السلام عليكم يا ام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت ايه الواد اللي جابك دلوك؟ جاي اشجر على ارض المحل. وحياه امك حبك دلوك؟ قول يا واد مشي مشي هات الجاموسه وحصني. كانه يحيى ده. يحيى يحيى. ازيك يا خاله ناصره؟ تسلم من كل ردي. ايه هي ولدي اللي جابك الصفونيه دلوك؟ جاي يا عز ابوي، ما هو لازم نعمل الواجب يا خاله. انت شايل لحالك؟ صراحة أمي وجدي ما رجوش إني أجي لحالي، بس أنا جيت من وراه. عندهم حق والله. أنت يحيى وضروري العمدة اللي أمي حكت لي عنيه؟ أيوه أنا يحيى. وأنا حسن. إزيك يا حسن؟ زين. الله يخليك يا خالة، الله يخليك، يدليني على بيت العمدة. الواجب واجب برضك. يا ولدي ما تضمنش يعملوا فيك إيه هناك. حدليني يا خالة ولا أسأل حد تاني يدلني. لا استنى. الجاموسة على الدار. أنا جاي معاك. ربنا يستر. سلم يا رب سلم. ولدي يحيى تعبط ابوك هات. تعبت كثير يا ولدي. ازيك يا يحيى؟ الحمد لله يا ابوي. الله الله كبرت يا يحيى وبقيت راجل. ربنا يحفظه لك وادي يتباهوا به صح؟ ربنا يبارك فيك يا ولدي. ايه يا نصر؟ رحت جبت يحيى وجيتي؟ ابوي على الظلم يا ناس. حمدان سلم على اخوك يحيى. اهلا. اهلا يا حمدان. يا تعال سلم على اخوك الصغير. اخوي الصغير مات الله يرحمه. الظلم ساعة مهما طلله والحق باكي يا خلق لي ساعة والورد يطرح تاني